نتمنى ان القراءه اللي درنا فيها صوره جدي راجعتها مزيان، لان الصفحه هذه تابعه الصفحه ديال صوره جدي في القراءه. اللي ما فهمش مزيان يعاود يشوف الحصه اللي فاتت وتسند مزيان القراءه ديالنا والشرح ديال القراءه باش يجاوب عليها في التمارين بوحديته، عاد يجي يشوف التصحيح. هذه نصيحه اي تلميذ. اذا دابا غادي نمشيو نديرو التصحيح ديال الصفحه هذه. مازال في القراءة النص الوظيفي صورة جدي، دابا غادي نديرو ثالثا أقرأ وأفهم، ورابعا غنديرو أقرأ وأفكر، خامسا أقرأ وأستثمر، وأخيرا أبحث. إذا غنبداو أولا، أكمل عائلة كلمة صنع. إذا عندنا كلمة صنع خرجنا منها صانع صنع صانع، دابا صنع وغنقولو صناعة، لا مصنع مصنع، ولا مصنع هو المكان التي تصنع فيه الأشياء، وكذلك صناعة صنع صناعة. الآن أفهم، سأجيب على الأسئلة التالية. تتحدث الجدة مع حفيدتها، ماذا طلبت الحفيدة من الجدة؟ كما قرأنا طلبت منها أن تعطيها الصورة ليوم واحد. أن طلبت الحفيدة من الجدة أن تمنحها الصورة ليوم واحد. فقرة أفكر. قبل ما تفكر ما تنساش انك دير لنا ابوني، واحد سبسكرايب، واحد لايك تحفيزي للقناه، وبارطاجي الفيديو الى عجبك المحتوى. اذا عجبك المحتوى ما تنسانيش باللايك. شكرا. هل سلمت الجده الصوره لحفيدتها؟ نعم نعم سلمتها الصوره. ماذا فعلت الحفيدة بصورة جدها؟ شنو عملت بالصورة ديال الجد ديالها؟ كما قرينا في القراءة، قامت ماذا؟ بوضع لها إطار مزهر. جيد، إذا فعلت يعني اختارت لها إطارا مزخرا. بماذا عبرت الجدة عن فرحتها؟ عبرت الجدة عن فرحتها بتقبيل حفيدتها. أنجز، أبني على غرار، انظري إنها رائعة. إذا ماذا يجب علي فعله؟ هو أن أقدم جملة أو معنى مثل ما نراه هنا، انظري إنها رائعة. نقول مثال، إذن لاحظي إنها مذهلة. أضع علامة في الخانة المناسبة. الجدة تنظر إلى صورة ابنها. إذن في النص الوظيفي صورة جدي، هل الجدة كانت تنظر إلى صورة ابنها؟ الجواب لا، لأنها كانت تنظر إلى صورة زوجها اللي هو الجد. إذن فرحت الجدة بعمل حفيدتها. عند قراءتنا للنص، هل الجدة فرحت بعمل حفيدتها؟ نعم، لأنها قامت بتقبيلها عندما رأت الصورة معلقة على الحائط. والجواب نعم، فقد فرحت الجدة بالعمل الذي قامت به حفيدتها. أجزئ كلمة صورة إلى مقاطعها. إلى مقاطعها، إذا غادي نشدو ونقوم بقص مقاطع صورة. كلمة صورة، صورة
سوبراتون. إذا غنديرو هنا سوبراتون غادي نقسموها كما كنسمعوها حنا سوراتون، قسمناها كما سمعناها، قسمناها كنا سوراتون سوراتون كما سمعتوها صافي، كما كنسمعوها سوراتون كما نسمعوها. الآن سننتقل إلى فقرة البحث. أستعين بأبي لأرسم شجرة عائلتي وأكتب فيها أسماء من أفرادها. إذا غادي نستعين شي شجرة، والشجرة غادي نكتبوا فيها الأسماء ديال إحنا ما غاديش نكتبوا أسماء، ولكن غادي نديروا مثلا أبي أمي عمي، ما نديروش أسماء مثلا فاطمة خديجة، ما نديروش أسماء صافي، يعني نديرو شجرة عائلية بصفة عامة. إذا نجد لكم واحد شجرة، هنا في الأبيض غادي نكتبو كما قلنا الجد الجدة العم إلى غير ذلك، والأسماء غادي نكتبوهم لتحت كاع إلا بغيتو نديرو أسماء، وكاع نحيدو كاع، حنا ما نديروش كاع أسماء، نديرو غير مثلا هنا غيكون عندنا الجد والجد 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 جد والجدة كيعطيونا أب مثلا هنايا الأب أبي هنا أمي جدي جدتي جدي جدتي هنا جدتي وهنا جدي كيعطي أبي أمي، وهنا نكتبو عمي، وهنا غادي نديرو تا هو عمي، وهذه غادي تكون زوجة عمي. زوجته عمي هنا كاين انا المتحدث، انا هنا اخي وهنا اختي اخي اختي، هنا غادي يكون ابن عمي ولا ابنة عمي، ابن عمي لا ما ندير السميات مزيان. اذا هذه هي الشجرة، الى هنا تنتهي حصتنا، وكنتمنى ان يكون نال اعجاب ديالكم. ما تنساوش انكم ديرنا واحد لايك تحفيزي على المجهودات ديال الفيديو، وتبارطاجي الفيديو مع الاصدقاء ديالك، وما تنساش انك تشوف بلاي ليست يعني الحلقات السابقة، وكذلك الحلقة